ان شاء الله ما نتعرفوا على درس ونمشوا القائمه والاسطوانه. دائما القائمه المساحه الجانبيه والكليه. اذا اول شيء نبدا بالتعريف. المساحه الجانبيه هي مساحه الوجوه الجانبيه للمنشور القائم. اذا انتبه معنا. اذا هنا مثلا عندنا منشور قائم. اذا ما المقصود بالمساحه الجانبيه؟ سنحسب مساحه الوجوه الموجوده في الجانب. اذا عندنا 1 2 3 4. اذا هذه هنا 4 وجوه جانبيه. هنا نلاحظ انه على شكل مستطيل. اذا غنحسبوا المساحه الجانبيه فقط ديال المستطيل كما عندي من وجه. وجهين اولا لهما نفس الشكل ونفس القياس. الوجهين الثاني ايضا نفس الشكل. اذا باش نحسب انه يشبه الوجوه مساحه الوجوه الجانبيه سنتبعوا القاعده التاليه. اذا المساحه الجانبيه هي محيط القاعده في الارتفاع. يعني علاش محيط القاعده؟ لان هذه الوجوه هي تقريبا تمثل محيط القاعده زائد الضلع الثاني اللي هو كيمثل لي الارتفاع الكلي للمنشور القائم. اذا نعيد، المساحه الجانبيه هي محيط القاعده في ارتفاع الموشور. مثلا حنا هذا الموشور خدينا على شكل هذه الوضعيه، يمكن لي نقلبو. اذا غادي عندنا هذه هي من القاعده الاولى والقاعده الثانيه، وهذه هي الوجوه الجانبيه. اذا على حسب الشكل ديال او الموضع ديال المجسم ديالي. بصفه عامه المساحه الجانبيه هي محيط القاعده في الارتفاع. اذا لا سيرفاس لاتيرال سي ان لا سيرفاس لاتيرال انتيغال لو بيريمتر دو باس فوا لا هوتور. هذه بصفه عامه، حنا نشرحوا كيفاش غتكون بصفه خاصه. هذا المساحه الكليه هي مساحه الوجوه الجانبيه زائد مساحه القاعدتين. يعني هذه الوجوه الجانبيه اللي حسبنا حنا المساحه ديالهم كنضيفوا عليهم مساحه القاعدتين. علاش مساحه القاعده؟ هذه هنا القاعده الاولى والقاعده الثانيه. ايضا نلاحظ انه لهما نفس الشكل ونفس القياسات. اذا سنحسب فقط قياس قاعده واحده واضربها في 2 لان لهما نفس القياس ونفس الشكل. اذا نقول ان المساحه الكليه لا سيرفاس توتال ايتال لا سيرفاس لاتيرال بلوس دو فوا لا سيرفاس دو باس. يعني المساحه الكليه تساوي المساحه الجانبيه زائد 2 في مساحه القاعده. يعني قاعده واحده مساحتها اضربوها في 2 هنا لان لدينا هنا قاعدتين. سناخذ المثال الاول. احسب المساحه الجانبيه والكليه لمتوازي المستطيلات طوله 7 سنتيم وعرضه 3 سنتيم وارتفاعه 2 سنتيم. إذن أول شيء المساحة الجانبية بالسنتيمتر. إذا سنكتب القاعدة لا سيرفاس لاتيرال إيتيغال لا لو بيريمتر دو باز فوا لا هوتور. إذا قلنا بصفة عامة. إذا هنا عندنا بصفة خاصة. علاش؟ لأنه متوازي المستطيلات. إذا هنا شكل القاعدة هو مستطيل، يعني غنقول المحيط المستطيل في الارتفاع. إذن تساوي ما هو محيط المستطيل؟ هو الطول زائد العرض في 2. لأن هذا هو المحيط ديال القاعدة، وهذا لأنها على شكل مستطيل، سأضربها في ارتفاع الموشور. هنا قلنا أعيد، المساحة الجانبية بصفة عامة هي محيط القاعدة في الارتفاع، بما أننا القاعدة على شكل مستطيل نقول هي محيط المستطيل في الارتفاع، ثم نقوم بالتطبيق العادي. إذن الكبيرة أو الطول هو 7، يعني 7 زائد 3 اللي هو العرض، الكل في 2 في ارتفاع اللي هو ايضا 2. النتيجة هي 3 زائد 7 هي 10، 10 في 2 هي 20، 20 في 2 هي 40. إذا هنا المساحة الجانبية للمتوازي المستطيلات هنا هي 40 سنتيمتر مربع. الآن سنحسب المساحة الكلية. المساحة الكلية دائما بالسنتيمتر مربع لأن الوحدات هنا بالسنتيمتر. إذا المساحة الكلية لا سيرفاس توتال إيتيغال لا سيرفاس لاتيرال بلوس دو فوا لا سيرفاس دو باز. هذا بصفة عامة. إذا هنا عندنا قاعدة على شكل مستطيل، حسبنا المساحة الجانبية هي 40 زائد سنحسب مساحة القاعدة بما أنها أيضا على شكل مستطيل لأنه متوازي المستطيلات قاعدة مستطيل. إذا سنقول هي مساحة المستطيل في 2. إذا سنكتب في 2 في مساحة المستطيل هي الطول في العرض. الطول هو 7 والعرض هو 3. إذا هي 7 في 3 ثم نحسب هي 40 زائد 2 في 7 في 3 هي 21. إذا هي 40 زائد 42 تساوي
ثمانية وثمانية سنتيمتر مربع. إذا هذه هي المساحة الكلية للمنشور القائم الذي هو على شكل أو متوازي المستطيلات. إذا المسألة رقم 2، احسب المساحة الجانبية والكلية للأسطوانة. ارتفاعها 2.5 سنتيم وشعاع قاعدتها هو 2 سنتيمتر. إذا هنا عندنا أسطوانة قائمة. إذا بصفة عامة نحسب أولا المساحة الجانبية. بصفة عامة المساحة الجانبية قلنا هي سوف أستطيع الانتقال الفيريمتر دو باس فوا لا روتور. بما أنها على شكل أسطوانة قائمة، إذا القاعدة على شكل دائرة، إذا سنقول محيط الدائرة في الارتفاع. إذا هنا الدائرة عطاونا الشعاع، إذا سنحسب محيط الدائرة بدلالة الشعاع. إذا شنو محيط الدائرة؟ هو الشعاع في 2 في بي اللي هي 3.14 في ارتفاع المنشور اللي هو 2.5. إذا التطبيق العددي هي 2 في 2 في 3.14 في 2.5. إذا هذا هو محيط القاعدة، يعني المحيط ديال الدائرة في ارتفاع المنشور. إذا النتيجة هي 31.4 سنتيمتر مربع. الآن غنحسبوا المساحة الكلية بالسنتيمتر مربع. إذا هنا المساحة الكلية يمكن لي نجزئها. أولا غنحسبوا المساحة القاعدتين. شنو المساحة القاعدتين؟ لأن القاعدة واحدة في 2، لأنهما جوج قواعد. إذا هي قاعدة على شكل مربع، إذا السوفاس دو باز هي دائرة، إذا الشعاع في الشعاع في 3.14، إذا سنختصر بعد الشيء، إذا الشعاع هو 2 في 2 في 3.14 في 2. لماذا في 2؟ قلنا لأن لدي هنا قاعدتين وليست واحدة، لدينا 2، إذا هي مساحة قاعدة واحدة سأضربها في 2، إذا النتيجة دائما هي 25.12 سنتيمتر مربع. إذا هنا غنحسبو لا سرفاس توتال. إذا لا سرفاس توتال هي لا سرفاس لاتيرال بليس لا سرفاس دو باس فوا دو. إذا هذا حسبناها وتحسبناها. إذا لا سرفاس لاتيرال لقيناها هي 31.4 زائد مساحة القاعدتين هي 25.12. إذا كتبقى ليا النتيجة النهائية اللي هي 56.52 دائما سنتيمتر مربع. إذا هنا المساحة الجانبية أعيد شرح. إذا هنا المساحة الجانبية بصفة عامة هي محيط القاعدة في الارتفاع، والمساحة الكلية هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين في الارتفاع. كتولي بصفة خاصة حسب شكل المجسم أو نوعية المجسم اللي عندي. مثال رقم 3، احسب المساحة الكلية لمكعب طول حافيه 3 سنتيمتر. إذا هنا سنحسب المساحة الكلية والجانبية أيضا. إذا هنا بالنسبة للمكعب هو لديه ميزة خاصة أو قاعدة خاصة. إذا بغينا نحسبوا المساحة الجانبية دائما للمكعب. إذا المكعب نلاحظ أنه نفس الخاصية ديال المربع، جميع حروفه متقايسة، إذا ما كنفرقوش ما بين الطول والعرض والارتفاع، لأن كلها لها نفس القياس. إذا لذلك نقول بأن المساحة الجانبية للمكعب هي قاعدة أربعة في الحرف في الحرف. هذه قاعدة دائما. لماذا نقول أربعة في الحرف في الحرف؟ لأن قلنا الطول والعرض والارتفاع لهم نفس القياس، إذا ما كنفرقوش بيناتهم. لذلك نقول مساحة المكعب هي أربعة فئة فئة. إذا هذه بصفتين. ثم بصفة عامة المساحة الكلية. إذا المساحة الكلية ديال المكعب هي المساحة الكلية دائما للمكعب. إذا هي 6 فئة فئة. وهذه أيضا قاعدة ثابتة لا تتغير. قلنا لأن لهم الارتفاع والطول والعرض لهم نفس القياس ولا نفرق بينهم. بدنا حسب المسألة اللي عندي هنا المكعب طول حرفه هو 3 سنتيمتر. إذا ماذا سنقول؟ سنقول هنا 4 حرف 3 في 3. 3 في 3 هي 9، 9 في 4 تساوي 6 هو 3. المساحة الكلية الآن هي ماذا؟ 6 في 3 في 3، لأن الحرف هو 3
متر. إذا 3 في 3 9 و 9 في 6 تساوي 4.5. إذا المساحة ديالي هنا هو 4.5 سنتيمتر مربع إذا ناخذ هذه الطريقة. إذا عندنا المساحة الكلية دائما المساحة الجانبية بصفة عامة السرفة ستاتيكا في غير الخطوات و لا ريكتون. إذا هنا إلا كان عندنا قاعدة على شكل مستطيل، إذا شنو غنديرو هنا؟ سنقول ما تبقاش هي صفة عامة، سنقول بأن المساحة الجانبية هي ماذا؟ هي الطول زائد العرض في 2 في الارتفاع. لماذا؟ يعني محيط المستطيل في محيط المستطيل في الارتفاع. مثلا إذا كان عندنا مثلا القاعدة على شكل مثلا معين، إذا ماذا سنقول؟ نقول أن المساحة الجانبية هي محيط معين في الارتفاع. شنو محيط معين؟ هو الضرب في 4 وعش. إذا نلاحظ أنها كيتغير حسب الشكل ديال القاعدة. إذا هنا شنو قاعدة معينة؟ سنقول محيط معين في الارتفاع. مثلا إذا كان عندنا شكل قاعدة على شكل دائرة، إذا ماذا سنقول عن المساحة الجانبية؟ إذا هنا المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في الارتفاع، يعني القطب في بي في ارتفاع أو 2 في ار في بي في الارتفاع. إذا هنا نقول مساحة الدائرة في الارتفاع، عفوا محيط الدائرة في الارتفاع. هنا القاعدة على شكل معين نقول محيط معين في الارتفاع، قاعدة على شكل مستطيل محيط مستطيل في الارتفاع. مثلا القاعدة مثلا على شكل مثلث، إذا ماذا سنقول؟ المساحة الجانبية هي ماذا؟ هي مجموع الأضلاع في الارتفاع، يعني A زائد B زائد C في ارتفاع موجود محيط المثلث في الارتفاع. إذا المساحة الجانبية بصفة عامة هي محيط القاعدة في الارتفاع حسب شكل القاعدة. إذا كانت القاعدة أو موجو القاعدة قاعدته مستطيلة نقول محيط المستطيل في الارتفاع، قاعدته على شكل معين محيط معين في الارتفاع، قاعدته على شكل دائرة يعني أسطوانة محيط القاعدة أو محيط الدائرة في الارتفاع، قاعدته على شكل مثلث نفس الشيء محيط المثلث في الارتفاع. ونفس الشيء بالنسبة للمساحة الجانبية، المساحة الكلية سنقول المساحة الجانبية زائد مساحة المستطيل في 2، المساحة الجانبية زائد مساحة المعين في 2، المساحة الجانبية زائد مساحة الدائرة في 2 إلى آخره. إذا الدرس بسيط جدا، خاصة نكونوا ضروري حافظين قواعد ديال المساحات. إذا ضروري تحفظوا قواعد ديال المساحات اللي سبق لنا أرسلتها لكم أنا عبر الكلاس روم أو الواتساب. شكرا لكم، نتلاقوا إن شاء الله في درس آخر.